وهذه هي اللبسه البنات. خليلي في التعليقات كي جاتني وجاتني زوينه ولا جاتني خايبه. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيانه؟ توحشتكم بزاف. عارفه راسي وليت كنغبر عليكم هاد الايامات، ولكن والله العظيم الا كاين شي حوايج هما اللي كيخليوني نغبر، يعني ماشي لخاطري. المهم البنات، الفيديو ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون مختلف، او اول مره يعني كننزلوا في القناه هو تجهزوا معي. صراحه راجلي عرض عليا يعني بواحد الخريجه بحال هكا، وقلت نشاركها مع البنات، نوريكم هكا كيفاش كنوجد راسي، كيفاش كنجهز نفسي، ونديكم معايا البلاصه اللي خارجه ليها. هادشي اللي كان، كنتمنى ان الفيديو يعجبكم، ويلاه ما نطولش عليكم كثرة الهضره، ويلاه نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. بغيت نشارك معكم البنات واحد الفرشاة ديال السيليكون خديتها مؤخرا من الموقع ديال جوميا، وبالضبط من عند واحد الفوندوز. صراحه عجبتني بزاف بزاف، وقلت ضروري نشاركها مع البنات. كتعرفوا ان هاد الفرشاة هذه ماشي غنقول الاصليه، لا، لكن الماركات اللي هما غاليين، هذه ماركه واحده اخرى، يعني ماشي الماركه المتعارف عليها اللي الثمن ديالها شويه مرتفع، واللي ماشي كاع البنات يعني كيقدروا يشريوها. وانا ما كنصحش نهائيا انكم تشريو دوزيام شوا، او تشريو داك اللي كيكونوا رخاص نهائيا. هذه ماركه واحده اخرى قائمه بذاتها. هذاكشي علاش خديتها، قلت انا نجربها، ولكن من جربتها البنات راها زوينه 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 بزاف. كتنظف الوجه بواحد الشكل اللي هو رائع، كتخلي البشره نقيه وما كتحمر، ما كتوهج، ما حتى شي حاجه. عندها واحد الشعيرات هنا ديال السيليكون، نقربها للكاميرا كيف ما كتشوفوا الشعيرات ديال السيليكون ديالها هنا، هذوما باش كنغسلوا الوجه ديالنا، والجهه الاخرى كنديروا بها المساج. صراحه عجبتني بزاف، واهم حاجه فيها ان عندها هاد البلاصه هذه متلته، يعني داك لازون تي كتغسل مزيان. المهم انا دابا هذه مده وانا كنغسل بها وجهي، زوينه 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 بزاف. كيف ما قلت خديتها من عند واحد الفوندوز كاينه في الموقع ديال جوميا، غادي نخلي لكم لو ليان ديالها في صندوق الوصف، وان شاء الله غادي تجربوها وما غاديش تندموا عليها. انا كانت عجباني بزاف هاد النوعيه هذه ديال الفراشي، لانهم كيكونوا زوينين من ناحيه كينظفوا البشره مزيان، ومن ناحيه اخرى ما كيشدوش الجراثيم، وضروري تكون حاجه مزيانه ديال السيليكون، لان هذوك اللي كيكونوا مضرحين كيكونوا عاديين للميكا، فبالتالي غادي اديو لنا البشره ديالنا. هذه كيف ما قلت انا عجبتني بزاف صراحه، كتخلي الوجه نقي، خصوصا بالنسبه للبنات اللي كيديروا المكياج بزاف، فغادي تنفعكم يعني في المساء تغسلوا بها وجهكم، كتخلي فعلا البشره نظيفه. بالنسبه للثمن ديالها داير 280 درهم. الطريقه ديال الاستعمال ديالها سهله، فكنخدموها من هنا، كتخدم هنا، كتزيدي السرعه يعني حسب السرعه اللي بغيتي، هنا كتنقصي السرعه صافي. ملي كتبغي تشارجيها كتشارجيها من هنا، كتحيدي هاد كاين واحد اللعيبه هنا بحال هكا صافي، وهذا هو الشارجور ديالها، هو كيجي معاها. وضروري نسدو هاد البلاصه مزيان لانها كتقاس بالماء، يعني كنمكن ندخلوها معنا للحمام وكل شيء. فانا اللي عجبني فيها هو هاد لومبالاج ديالها، كتجي بحال هكا، كتجي المنظر ديالها انيق، يعني حتى بغينا بحال هكا نشريوها كادو ولا شي حاجه، يعني كتحمر الوجه. شوف كيفاش كتجي. وجهي مزيان رطبته، دابا غادي ندير ليكرون طوطال بما انني خارجه، وغادي ندير واحد شويه ديال الماكياج، ولكن ضروري البنات من تحت الماكياج كيف ما كتعرفوني انا ما كنخرجش بلا واقي الشمس. هذا الواقي الشمس اللي كنستعمل هاد الايامات ديرماسوتيك، شي حاجه زوينه ما غاديش نهضر عليه دابا لاني ناويه ندير عليه فيديو، وهو واحد اخر كنديرو في الليل، المهم غاديش نهضر عليهم بزاف. فعلا شي حاجه يعني شي حاجه واو. انا الزاليه كنبدل مره برا، فغادي ندير صافي باش نحمي وجهي من الشمس. عاد غادي ندير واحد شويه ديال الماكياج، غير واحد شويه باش ما نخرجوش الصفرين وصافي. Thank you.
البنات درت غير شي حاجه خفيفه، درت ايلاينر. غادي نخلي لكم الفيديو ديال الايلاينر في صندوق الوصف. بالنسبه للحجباني سبق بزاف د المرات ولات تكون كيفاش كنديرهم كنرسمهم بشي حاجه خفيفه، لان ما كنبقيش هكا شي حاجه اللي كتثير الانتباه. وبالنسبه لعيني كتشوفهم خضرين، فدرت واحد العدسات من عند فيفا لوك. هاد العدسات توصلت بهم واحد باج انستغرام، غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. عندهم البنات واحد العدسات خطيرين جدا، كيبانوا طبيعيين. خديت هاد اللون هذا خضر بيستاشيو، وخديت واحد اخر زرق حتى هو رائع، سبق ودرت به واحد الفيديو في الانستغرام ديالي. البنات اللي ما كيتابعونيش في الانستغرام، سيروا الانستغرام ديالي، فيه شي حويجات زوين ما كنشاركهمش هنا في اليوتيوب، وخفاف على العين، ما كتحسيش ان كاين شي حاجه في عينك. واهم حاجه البنات انهم مصادق عليهم من قبل وزاره الصحه المغربيه، يعني غديري شي حاجه في عينك وانت مرتاحه. بالنسبه للثمن ديالهم وقيلا 180 درهم الا ما خرجت نكذب، والمده ديال الصلاحيه ديالهم 3 شهور، يعني كيبقاو 3 شهور وكيتلاحوا. ولكن فعلا كيف ما كتشوفوا زوين بزاف. صافي غادي ندير واحد اخر حاجه وجلال، وصافي البنات هذا هو المكياج ديالي، شي حاجه بسيطه وخفيفه ومع العدسات كيعطيو هكا، كيعطيو واحد الاضافه. وخصوصا كيف ما قلت هاد العدسات اللوينات ديالهم طبيعيين، كاين واقيلا واحد 20 لون كلهم بحال هكا زوينين. الالوان كاين الزرق الخضر التدرجات ديال الماغو، المهم غادي يعجبوكم وكيعطيو نتيجه طبيعيه. يعني انا كنخرج عيني مزيان باش تشوفوا. غادي نوريكم اللبسه اللي غنخرج بها. غادي نلبس هاد لافيست هادي، نتمنى تكون باينه مزيان في الكاميرا. هادي كتعجبني بزاف انا هاد لافيست، شوفوا لي ديتاي ديالها من هنا. هادي كنت خديتها من مروه، خديتها ب 300 درهم، ولكن البنات راه كتجي نخوه في اللبسه ديالها، كتجي زوينه بزاف. يعني شوفوا عندها التجويبات من هنا، نتمنى تكون كتبان لكم مزيان. وطويله، ما طويلاش بزاف المهم، ولكن زوينه محترمه يعني بالنسبه للبنات المحجبات. من التحت معاكي البرد، هاد التريكو هذا كنت خديته، هذا شوفوا واش باين في الكاميرا، هذا كنت خديته من جيمو، كنت خديته بشحال وقيلا يا 260 يا 270 درهم. هادشي اللي كاين، حتى هو زوين سخون، وعنده هاد اللعيبه خارجه من هنا، كيبان بحال زعما راه قميجه، يعني لابسه شوميز وفوق منها تريكو زويون، حتى هو كيجي مزيان مع هاد لافيست هادي. والسريول نلبس هذا كحل، حتى هو داك الجين رطب بحال هكا. هذا حتى هو كنت خديته من جيمو، حتى هو خديته ب 200 درهم. وغادي ندير هاد الشال هذا جابته لي ماما من البحرين، هذا زوين هاد الشال. كنت هاد اللبسه هادي تصورت بها، عندي تصور بها في الانستغرام باش تمشيو تشوفوهم. وغادي نهز هاد الصاك هذا اللي حتى هو خديته من جيمو، هذا كنت خديته بتقريبا 400 درهم قل 10 درهم، ولكن راه زوين بزاف كبير. انا كيعجبوني السكان كبار البنات، واش نتوما بحالي السكان انت. اش عندي هنا؟ عندي صباغه، عندي هاد الورقه اللي ما عرفتش شنو كاتبه فيها انا، وستيلو. رجلي غادي نلبس هاد لي بوط هادو قصار حاشاكم البنات، هادو كنت خديتهم من مرجان، كنت خديتهم ب 200 درهم. صراحه زوينين ومريحين والثمن ديالهم معقول. صافي هادشي اللي كاين، هادي هي اللبسه ديالي، وهادي هي اللبسه البنات. خليوا لي في التعليقات كي جاتني زوينه ولا جاتني خايبه. المهم انا عزيز عليا الكحل بزاف، كيجيني الكحل واحد اللون اول حاجه انيق، وثاني حاجه كيخفي العيوب ديال الجسم، يعني الا عندك شي كاش ولا شي حاجه. واخا ما عنديش شي كاش ولكن بحال كيجيني انه زوين. المهم قولوا لي كيفاش جاتكم هاد اللبسه هادي، انا صراحه عجباني. الساك حتى هو زوين. المهم خليوا لي الراي ديالكم في التعليقات. ديزويترو الكولف راه عنده التقنيات ديالو، رياضه سهلش. رياضه هي عندها المهم الاجواء غزاله البنات، فن الاجواء. واو سمو اللي كاين البحر، بحال كيبان الشتي عشتو.
صافي البنات هنا كيسالي الفيديو ديالنا، كنتمنى انه يعجبكم. الا عجبكم ما تبخلوش عليا بلايك باش تشجعوني. بوسه كبيره لكم حتى الفيديوهات القادمه ان شاء الله.